اذا متابعينا مشاهدينا الكرام الحب ما يستمر التواصل بكم والترحيب بحضراتكم مره اخرى بهذا التواصل الجميل والانطلاقات الصباحيه هنا على ارضيه ميدان الهباب احد افرع ميادين دبي متابعينا الكرام على بركه الله وحفظه ننطلق مع انطلاقه جديده وعنوان جديد وايضا نخبه من الابكار المهجنات الاصايل لسن اللقايه لهجن اصحاب السمو الشيوخ من يرغب من ابناء القبائل اخر اشواط اصحاب السمو الشيوخ يحفظهم الله او يرعاهم مشاهدينا الكرام نذكر بمسافتنا الخمسه كيلو مترات اذا نبدا بالمقدمه نرحب بكل الحاضرين والاسماء المشاركه والتحديات الرائعه نبدا بالمقدمه والمركز الاول نرحب بنشوة سيف بن حمد بن حضيرم الاشتبي آه من يقدم نشوة آه مع المركز الأول ليتواجد وليعلن تحدياته الرائعة مع أول المراكز بينما المركز الثاني من الجانب الأخر هناك تواجد آه مع الشاهنية الاسمه شيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم والتضمير مع علي بن راشد بن حمد بن غدير وفي المركز الثالث متابعينا الكرام المركز الثالث والدخول مع المركز الثاني بهذه اللحظات تتقدم المايديه لسمو الشيخ مكتوم بن بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقياده سيبر علي بن راشد بن كليب وفي المركز الثالث، المركز الثالث متابعينا الكرام نشوه سيبر حمد بن حضيرم الاشتبي ياتينا مع نشوه على المركز الثالث انتقل الى المركز الرابع واتابع ايضا الشاهنيه خلفان بن مصبحه الشامسي ياتينا مع المركز الرابع وفي المركز الخامس في التواجد مع مهيضه سالم بن سعيد بن غدير ال ياتينا مع المركز الخامس وسادس المراكز هنا التواجد مع الشبله علي بن عتيج بن علي بن راشد بن خفيه يتواجد مع الشبله ليقدم الشبله بهذا الشوط والمركز السابع متابعينا الكرام المركز السابع وتابع ايضا فكره فكره على المركز الاول لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقياده مطر بن محمد بن ضبيعة من يقدم فكره بهذا الشوط الرائع وتابع أيضا الأسماء القادمه والشعارات اللامعه بهذا الشوط المركز الثامن متابعينا الكرام التواجد مع ضبي سعيد بن محمد بن أحمد بن رفيعه يأتينا مع المركز الثامن وفي المركز التاسع هنا التواجد على المركز التاسع والانطلاق مع شواهين علي بن خليفه ببليشه بن الفلاسي من يقدم شواهين مع المركز التاسع وتابع الأسماء القادمه وعاشر المراكز ختام هذا النداء التواجد مع صعبه الاسم الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وبقيادة المضمر مطر بن محمد بضبع يا سلام هذه المراكز الاولى المتقدمه متابعينا مشاهدينا الكرام بعدما تعدينا لوحه بثلاثه كيلومترات بقيت الى خط النهايه قطعنا اثنين كيلومترات ولا زالت الاثاره ولا زالت المنافسه قائمه بالتحدي رايع وانطلاقات جميلة والمايديه المايديه غيرت من المركز الثالث الى المركز الاول يا سلام تقدمت بافضل التحديات الجميله بشعار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقياده سيب بن علي بن راشد بن كليب ومحمد من يتابع هذا الشوط ومن يتابع هذا التحدي يتابع المايديه ويتابع ايضا حركاتها الرائعه في هذه الفتره الصباحيه المركز الثاني متابعينا الكرام الشاهنيه على المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة ومتابعة علي بن راشد بن حمد بن غدير من يتابع هذا الشعار ويتابع هذا الاسم المتميز بينما المركز الثالث فالتواجد مع نشوة سيب بن حمد بن حضيرم يتواجد مع المركز الثالث المركز الرابع متابعين الكرام واللي تحمل رقم خمسة تتواجد الشبلة علي بن عتيج بن علي بن راشد بن خفية من يتواجد مع الشبلة بدأت تقترب من مركز إلى مركز إلى المركز المركز الثالث لتنطلق مع المركز الثالث المركز الخامس متابعين الكرام وتابع ايضا خامس المراكز واتابع الشايبه حمد بن محمد بن حميدان الفلاسي اول نداء للشايبه الشايبه الشايبه هذه المراكز الاولى هذه لوحه الاثنين كيلو مترات متابعين الكرام قطعناها والمايديه المايديه ما زالت لا زالت تطوي الميدان طي تغير على اليسار وعلى اليمين يا سلام يا سلام لا زالت صامده مع مقدمة قدمت الشوط تبغى الناموس وتبغى السلام الجميل مع اول المراكز متابعينا الكرام والتواجد مع المايديه المايديه المملوكه لاسم الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم بقياده سيب بن علي بن راشد بن كليب يا سلام يا سلام على العروض الرائعه والعروض الجميله اللي تقدمها المايديه المركز الثاني متابعينا الكرام الشبله ايضا الشبله الشبله تبغي لها مراقبه ومتابعه تقدم الشبله بشعار علي بن عتيج بن علي بن راشد المركز الثالث مع بن حضيرم مع نشوه سيب بن حمد بن حضيرم يقدم نشوه على المركز الثالث المركز الرابع الله يا الشاهنيه خلفان بن مصبح الرزي الشامسي يا سلام المركز الخامس متابعينا الكرام وصلت على المركز الخامس التزام حمد بن سالم بن سليم لتتواجد مع المركز الخامس هذه الخمسه المراكز الاولى المتقدمه المجموعه القويه مع لوحه الاعلان الاخيره 1200 الى خط النهايه يا مضمرين يا متابعين يا مراقبين من هذا التحدي الجميل والمايديه المايديه المايديه الله يا المايديه مع العرض الرائع مع العرض المتميز تتقدم هذه المايديه تتقدم هذه الملكة مع المركز الأول لتتواجد وتحتل المركز الأول مع الكادر الأول مع المركز الأول المايدية المايدية يا سلام بشعار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة سيف بن علي بن راشد بن كليب يلا يا ابو محمد المركز الثاني متابعينا الكرام الشبلة على المركز الثاني اللي بنعتج بن علي بن راشد بن خفيه ايضا بن حضيرم بن حضيرم قادم وعينه على المركز الأول الأول مع نشوه سيف بن حمد بن حضيرم يا سلام جوله الاوامر الاخيره اللحظات الاخيره والست 600 متر الاخيره الامتار الاخيره الامتار المجنونه والمايديه الميدية الميدية الميدية. منذ البدايه هو في المركز الاول ما شاء الله تبارك الله الميدية مع المركز الاول متابعينا الكرام بشعر مش مكتوم بن محمد راشد المكتوم بقياده سبع على براج بن كليب المحاوله المحاوله والمراقبه مع نشوة سيب بن حمد بن حضيرم واللحظات الأخيرة الأمتار المجنونة اللحظات الأخيرة المنافسة المنافسة يا سلام. يا سلام شوفوا غيرت الان غيرت النشوه غيرت سيف بن حمد بن حضيرم غير مع الامتار الاخيره صاحب الامتار الاخيره يظهر مع الامتار الاخيره ليحقق الفوز والناموس سلام يا بن حضيرم سلام سلام يا نشوه سلام تهانينا لسيف بن حمد بن حضيرم ولكن المايديه 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 واللحظات الاخيره المايدية تهانينا متابعينا الكرام تهانينا عادت مع الامتال الأخيرة اللي تحقق الفوز والناموس تهانينا اسمه الشيخ مكتوب بن محمد بن راشد المكتوب والتهنية أيضا للمضمر سيب بن علي بن راشد بن كليب المركز الثاني وصلت فيه نشوة سيب بن حمد بن حضيرم إشتبي بقية المراكز المركز الثالث النزي الرزي والمركز الرابع المركز الرابع من خفية والمركز الخامس بن حميدان هكذا متابعينا الكرام كانت النتيجة تهانينا و علي هذا الاداء الجميل أتوقع.